أعراض وأمراض. ضيفنا الدكتور عماد هاشم، استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في السيتي ووك في دبي. دكتور عماد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور بسام، أسعد الله صباحك. يا مرحبا. منذ بداية التسعينات يعني كانت آلام أسفل الظهر والآلام المتعلقة بالعمود الفقري تسبب الإعاقة والقلق العالمي، ومنذ بداية التسعينات في ازدياد. طبعا طرق التشخيص تحسنت، طرق العلاج تحسنت، ولكن هذه الآلام ما زالت تعكر صفو المزاج. دكتور عماد، أهلا بك دكتور بسام ومستمعيك الكرام. طبعا يعني تعرف أنت 85% من البشر يعانون من آلام الظهر، وهذه وتزادت مع قلة حركة البشر. نعم. يعني أيام زمان أجدادنا كان ما يركبون سيارات، يروحون على الشغل برجليهم ويروحون يتسوقون برجليهم ويسوون كل أفعالهم أثناء النهار كلها تقريبا مشي، هذاك من هذاك اللي يمشي أو يركب سيارة أو وسائط نقل. هسا إحنا ما نتحرك، ما نمشي، قاعدين 24 ساعة على الكمبيوترز، وحتى بالبيت ما نحكي مع بعضنا، نلعب بالموبايلز مالتنا. قلة الحركة، قلة الحركة وعدم رعاية أعضاء الجسم اللي هو أهمها العمود الفقري يؤدينا إلى إصابات مزمنة بالعمود الفقري. يعني كل من يجي يقول لك ظهري يوجعني، ماكو أحد تحكي وياي ما يقول لك ظهري يوجعني. والله أنا إلي أسبوعين يا دكتور نفس الشيء. الحمد لله على جاهزين دكتور ولا يهمك. تسلم. طيب، وفعلا هذه الألام يعني تعكر صف المزاج حقيقة، لأنه تمنع الشخص من الحركة أو من ممارسة الأنشطة التي اعتاد عليها، حتى النوم بشكل جيد. طبعا تختلف حدة هذه الألام من شخص إلى آخر، وكثيرا ما يفاجأ الشخص دكتور عماد حينما يذهب إلى الطبيب وبعد إجراء التحاليل والاستقصاءات المختلفة بما في ذلك طبعا الأشعة، بأن لديك ديسك. طبعا ديسك هو مصطلح للعامة، ولكن هو انزلاق الغضروف بين الفقرات. نعم نعم. طيب طبعا نعم. تعرف يعني احنا نشوف قلنا 85% من البشر يعانون من هذول، 85% يمكن فد مو اكثر من 30 او 40% يسوون فحوصات. الغالبية يقول لك وجع ظهر، اخلي مطارة ما حارة، استعمل فولتارين جل، اشوف كاريوبراكتر، اشوف اوستيوباث، أشوف شغلات بسيطة حتى تمشي الأمور. بس هذاك من هذاك اللي يعاني، مثل ما تفضل جنابك أنه تأثر على الشخصية، على العمل، على المتابرة، على علاقات اجتماعية. واحدة ما مرتاح بقعدة، ما مرتاح بشغلة، شلون يقدر يقدم، شلون يقدر يخدم البلد، شلون يقدر يخدم وظيفته. فأكو مشكلة كبيرة. فالغالبية ما يسوون فحوصات، القلة اللي يروحون يسوون فحوصات بعد ما يكون الألم زايد، أو من يبدأ الألم ينزع الرجل، أو من يكون معانه مثل خدر وتنميل بالرجلين، أو مثل من يكون معانه صعوبة بالتبول أو صعوبة بالقضايا الأخرى. وألم الرجل يجيب للمرضى على الطبيب أكثر من ألم الظهر، ومعها الخدر والتنميل أو سقوط قدم، هاي أعراض اللي تبدي بعدين تبين بعد ما يكون الألم الظهر المزمن مستمر. اللي الشيء اللي يخلي الناس يبتعدون عن الطبيب أنه الألم الظهر يطيب، يعني كل واحد يجي على ظهر أسبوع أسبوعين وبعدين يصير زين. نعم. فترة الأمور تمشي ويرجع طبيعي، ورا 6 أشهر سنة هم يصير نفس الألم، أو إذا شال شيء ثقيل أو تعرض الحادث أو صار في شيء أو اشتغل أكثر من اللازم أو سافر وشال شنط، هذول كلهم يجون بعدين يقولون إحنا بدأ ألم الظهر من سافرت، من رجعت. يعني أكو يعزوها إلى حمل شيء ثقيل أو حادث بسيط أو سقوط بسيط بالبيت. بس الغالبية أنه هو أكو اعتلال بالعمود الفقري. نعم. هذا الاعتلال هو موجود ومستمر، بس أعراضه تروح وتجي. نعم. بالنسبة للديسكات، الديسك هو عبارة عن حلقة غضروفية داخلها فد مادة لزجة، سموها باللاتيني نيوكليوس بالبوسس وأنيولوس فايبروسس. البالبوسس هي عبارة عن مثل جيلاتين جل، هذا يشتغل. نعم. مثل كوشن، الإنسان من يقوم ويقعد يتحرك، شلون السيارة تصعد على مطب أثناء بالشوارع. نعم. وتصعد السبرينجال ما تشتغل، نفس الشيء هذا الديسك يشتغل مثل كوشن، it will يعني it goes up and down مع حركتنا. نعم. مع تقدم العمر، مع الشغل، مع التعب، مع الإهمال هذا المادة الهلامية الموجودة داخل الديسك تختفي. نعم. يعني تروح نسوي MRI ما تشوفها، فهاي المادة بتختفي، تحوض عنها فد مادة أخرى اللي عبارة عن مثل ألياف
يعني عبارة عن مثل خلينا نقول جلد قديم. نعم. هذه الألياف هذه ما تكون بالمرونة اللي كانت بها الغضروف القديم، فيصير نوع من يصير ضغط عد، يصير تشقق البسيط، تشقق عبارة عن 1 أو 2 ملليمتر. هذا التشقق يسوي لنا ألم شديد بالظهر. طيب. يعني الميض يقول عبالك واحد ضربني طلقة بظهري، أو عبالك عندي 60 بالظهر، وقسم أنه يعوقهم يخليهم ينامون بالسرير أسبوع أسبوعين وبعدين الأمور تتحسن يرجع طبيعي. بهاي الفترة يجول المريض أنه يروح للطوارئ يشوف طبيب يشوف مستشفى ويسوون MRI، يطلع يسمونه بلاك ديسك اللي هو عبارة عن ديسك أسود يبين بالMRI on T2. احنا نسمينه بلاك ديسك لأنه لونه أسود يبين، وهذا عبارة عن نوع من التهتك أو نوع من خشونة بالديسك واللي كانت موجودة من سنين. طيب. بس بينت بعد ما صار هذا الموضوع. طيب. ضيفنا الدكتور عماد هاشم استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في السيتي ووك في دبي. عندي اتصال من أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. عمرك أحييك على هالبرنامج وأحيي الدكتور عماد يعني على المبادرات الطيبة هذه. يا مرحبا. على مظهر. أنا طال عمرك سؤالي للدكتور عماد، أنا إنسان طال عمرك طبعا كنت على حسب دوامي يعني شغلي لمسافات طويلة. نعم. القاطرات الكبيرة هذه طال عمرك عندي اللي هو الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والفقرات البطنية اللي في الظهر، وعندي في الرقبة طال عمرك اللي هي الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة. وياي طال عمرك؟ نعم معك تفضل. زين قال فضلك يا دكتور. طال عمرك يوم أصير عند الدكتور المعالي طبعاً ما أبغى أطري اسم المستشفى، أول ما صرت لأول مرة طال عمرك سوالي الأمراي وهذا قال لي أنت علاجك ما عندك علاج ثاني ولا عندك حل غير أنك تسوي عملية. نعم. قلت له دكتور يعني اذكر الله يعني عطني كورس مثلا تمارين رياضية سباحة شيء كذا، قال لي ما في مستحيل. نعم. فبال عمرك من الأعراض اللي أنت قلتها اللي هو وأنت اضطراب التبول وأنا عندي كل شيء أوكي، اللهم طال عمرك ما أقدر أمشي مسافات طويلة ولا نعم. أوقف، وإذا وقفت ما أقدر أجلس يعني بسهولة، وإذا جلست ما أقدر أني أشوف. طيب. أوقف يعني. نعم. طيب تسمح لي خلي الدكتور عماد إذا عنده أي سؤال لأنه حتى يجاوبك قبل فاصل الأذان. دكتور عماد أي سؤال للأخ أبو محمد؟ أي والله بس إيش قد عمره؟ العمر كم أول الأخ أبو محمد؟ العمر قال عمرك 42. صغير يعني. أوكي جريت. أكو أشياء مهمة، في ألم بالرجلين ولا ما في؟ في تنمل قال عمرك. نعم تنمل. أوكي اوكي بالرجلين وفي اليدين. يا طيب احب اجاوب هسه حاليا. تفضل دكتور. نعم تفضل. طبعا الام الرقبه والظهر سوى اثنيناتهم فالظاهره شائعه بكثره، يعني كثير من المرضى يكون عندهم يعني فتح حاله يسموها تضيق بالفقرات العنقيه والقطنيه، يعني شوف الفقرات الله خلقها في حجم معين. نعم. يتوسع قطر معين، هاي القطر يقل عند قسم الناس يكون أقل من الطبيعي، فالظاهر الأخ المتصل أنه يجوز عنده تضيق قناة شوكية والأعراض مالت التنمل بالإيدين والرجلين تدل على أنه أكو تضيق قناة شوكية. نعم. وهذه موجودة منذ الولادة بس مع ما يكبر تبدي الأعراض تبين. بيش حالة قرار الجراحة هو قرار يعتمد على أشياء مهمة، أولا إش قد متأذي المريض، يعني إش قد الأعراض مسوي له إعاقة. اثنين إش ماخذ لازم نبدي دائما بالأدوية، نسوي علاج طبيعي، نسوي نعطي إبرة بالرقبة إبرة بالظهر. نعم. نسوي أشياء كثيرة. وآخر قرار اللي هو يعني آخر شيء واحد يفكر به الجراح أنه يسوي جراح. نعم. اللهم إلا إذا كانت الحالة جدا متقدمة، يعني أكو تضيق شديد، أكو ضغط الحبل الشوكي بالرقبة، أكو ضغط الأعصاب بالظهر، بيش حالة إذا كان أكو ضغط ميكانيكي يعني ما ممكن علاجه بالأدوية أو بعلاج طبيعي أو بالتهدئة بالأبر، بيش حالة يكون قرار جراحي. وهذا يعتمد على صور الMRI بالذات وصور السيت سكان والأشعاعات المسوية وعلى شدة المرض عند المريض، هل هو يقدر يعيش بحالته الطبيعية، يقدر يمشي، يقدر يستمر، يقدر يمارس عمله. إذا يقدر يستمر، إذا كان أكو يقول لا والله أنا وصلت مرحلة، كثير يجوني مرضى أنا أشوفه في العيادة أقولها تقدر تعيش مع هذا الألم أو مع هذا المرض، يقول لي أقدر أعيش، أقول له استمر سنة سنتين ثلاثة بعدين تعاني إذا شفت نفسك أنه بعد ما تقدر، لأنه الجراحة تمام هي تفيد. نعم. تمام هي إحنا نسوي شيء زين بس هم نسوي أشياء مو زينة، ممكن الجراحة تؤدي إلى مضاعفات على عواقب
فالجراحة هي آخر حل. آخر حل، نعم. طيب معي تقريبا دقيقة واحدة دكتور عماد، كنصيحة ذهبية، وطبعا هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولدينا أيضا لقاءات متكررة إن شاء الله مع الدكتور عماد، تفضل. كنصيحة ذهبية، نعم. النصيحة الذهبية إلى ألام الظهر اللي أقولها للمرضى، رجاء رجاء مارسوا الرياضة. أنا أعرف إحنا في دبي كلنا نشتغل وكلنا نعمل وعندنا دوام وعندنا التزامات، بس الرياضة أقلا المشي. يعني إذا كل واحد يمشي يومية في نصف ساعة إلى ساعة، أعرف الجو مو زين بس أكو مولات واسعة، أكو مكانات واسعة، الجو راح يطيب بعد شهر الله إن شاء الله. المشي والرياضة والسباحة، كل الجيمز الموجودة في دبي فيها انستركتورز، يعني ما يسوي واحد على الجيم ويسوي أشياء ما يعرف شنو هي. كل انستركتورز يوجه الشخص بداية عمله، يسوي كارديو، يعني هي عبارة عن مشي على التدمل على الدراجة، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. وأنا أشكرك ثم أشكرك ثم أشكرك دكتور عماد هاشم، استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في السيتي ووك في دبي. دكتور عماد شكرا جزيلا لك. تحياتي لك دكتور بسام. شكرا جزيلا. إذن فاصل الأذان، فابقوا معنا. بلسام.